عايز اروح اتكلم كمان عن مكسب النادي الاهلي السنه اللي فاتت في بطوله العالم، او مطلع هذا العام في بطوله العالم، بعد ما كسب بطل الجي ليج في الولايات المتحده الامريكيه. والمكسب ده الحقيقه طمع جماهير النادي الاهلي ان احنا ممكن ناخد ميداليه في بطوله العالم. قيمته ازاي فوز النادي الاهلي عن في بطوله العالم اللي فاتت، خاصه انها كانت اول مباريات النادي الاهلي بداها بالفوز، هل اسعدكم فوز فريق افريقي في بطوله العالم؟ We were very happy نحن كنا سعداء جدا لأننا رأينا مرحلة أخرى لتطور الدوري في أفريقيا، فبالتالي كان وقتا رائعا أن نرسل فريق أفريقي للمشاركة في مثل هذه الدورة. أول مرة كانت في مصر وكان الزمالك هو الفائز بها، والمرة الثانية في الاتحاد المنستيري في كالهاري، وايضا في العام الماضي راينا الاهلي يفوز بها. ومره اخرى هذه مرحله رائعه ان نرى تطور البال وان نرى تطور كره السله في افريقيا، وكما مثله الاهلي ومثل افريقيا كلها في هذه المباراه.